السلام عليكم ورحمة الله. محاضرة النهاردة هنتكلم فيها على الابدومينال هيرنيا. كلمة هيرنيا معناها ان في حاجة طلعت من الكافيتي بتاعتها، معناه ان في جزء الكونتنت طلع بره الكافيتي اللي هو نورمالي موجود جواه. يعني المفروض ان نورمالي الحاجة دي موجودة جوه كافيتي، ونورمالي الحاجة دي كونتيند جواه. طيب الابنورمال ان يبدأ يطلع الكونتنت من الكافيتي ده عن طريق يكون في جزء حصل فيه ديفكت او حصل فيه ويكنس. ممكن تكون مصل، ممكن تكون جزء اتفتح او جزء مش انهرتد مش طبيعي او عيب خلقي. الهرنيا ممكن تكون موجودة في مكان أكتر من مكان، يعني ممكن يبقى فيه هرنية الديسك اللي هو الانزلاق الغضروفي، في هرنية البرين، في هرنيا في أكتر من مكان، زي مثلا هرنية الهيتال هرنيا، ودي عن طريق ان بيطلع فيه جزء من الاستومك من الحجاب الحاجز على الثراسيك كافيتي. تعالوا احنا النهاردة هنتكلم على الابدومينال هرنيا. زي ما احنا شايفين المفروض ده الابدومينال وول موجود فيه عضلات، لو حصل فيها ديفكت وبدأت تتفتح من بعضها تبعد عن بعضها يبدأ الابدومينال كونتنت اللي هو اسهلهم الانتستين، لان هي السمول انتستين كبيرة وطويلة، فممكن انها تطلع عن طريق الديفكت ده لأي جزء ايه بره العضلات وتبقى تحت الجلد على طول. يحسها العيان ان في سويلنج ايه تحت ايده طالع من تحت الجلد من الابدومينال كافيتي. ايه الكوزس اللي ممكن تعمل لي الهرنيا؟ عندي سببين اساسيين. ممكن الهرنيا ديت تكون موجوده بسبب ديفكت في الوول اللي هو المصل طبقه العضلات، او زياده في الضغط عليها من الانترو ابدومينال. يبقى انا عندي يا اما في ديفكت يا اما في زياده في الضغط اللي هو الانترو ابدومينال بريشر. طب الديفكت في الوول ده ممكن يكون هيريديتري او ممكن يكون مولود بيه، عيب خلقي مولود بيه انهيرتد. ممكن يكون الويكنس ده نتيجه ويكنس في العضلات، ان انا ما بقويش عضلاتي ما بستخدمهاش كفايه، فبالتالي بتبقى العضلات دي فيري ويك. ده معناه ان الهيرنيز ممكن تكون انهيرتد وممكن تكون جايه من فاميلي هيستوري. ممكن يكون في فاميلي هيستوري اوف هيرنيا، وقلنا كمان ممكن تكون زياده ايه البريشر. البريشر ده بقى بسبب حاجه كرونيك بقى، كونستبيشن، كرونيك فوميتنج، كرونيك كافينج، عندي ريسبيراتوري، كرونيك ريسبيراتوري ديزيز مسبب لي زيادة البريشر. نقوله تاني دلوقتي، عندي فاكتورز predisposing فاكتورز اللي هم اما weakness defect في الابدومينال وول او positive انتر ابدومينال بريشر. طيب السايت اوف ويكنس في الابدومينال وول دوت ممكن يكون سببها قلنا congenital at birth، ممكن تكون اناتوميكال ستراكشر معدي في المكان ده فيروح الكونتنت زائق وماشي معاه، زي مثلا المكان بتاع الامبلايكال كورد اللي جاي عند الامبلايكس ممكن يجي عنده برضو ايه اول ما يتولد بيبي يجي عنده جزء من الانتستين يعمل لي امبلايكال هيرنيا. جزء اتعمل فيه عمليه وبدأت العضلة الحتة الجزء اللي ما اتقفلش كويس وما عملوش سوتشرينج كويس يبدأ يبقى فيه ديفكت في الابدومينال وول اللي هو المصل. الناحية التانية عندي انكريس في الانترا ابدومينال بريشر، والهاي انترا ابدومينال بريشر او البوستيف انترا ابدومينال بريشر دوت ممكن يعمل لي لو في جزء فيه ديفكت او جزء فيه ويكنس يبدأ يزقه ويعدي منه.
طب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لي انكريز في الانترا ابدومينال بريشر؟ قلنا الحاجات كرونيك كافينج، كرونيك فوميتنج، كرونيك ستريننج ديورينج يورينيشن او ديفيكيشن. البريجننسي والتشايلد بيرث برضو بيسببوا زياده في الانترا ابدومينال بريشر. في ناس اللي هي الاوكيبيشنال بقى بتشيل حاجات تقيله، ليفتنج ستريننج سترينس ماسلنج اكسرسايز. الاوبيزيتي كمان بتمثل بوزيتيف ابدومينال بريشر. الاسايتس الناس اللي بتعمل غسيل كلوي عن طريق الغشاء البروتوني. ولو في بقى اي تضخم في اي عضو من الاعضاء داخل الابدومين ممكن برضو يزود لي الانترا ابدومينال بريشر. دي الحاجات اللي ممكن تزود لي انترا ابدومينال بريشر. ايه التايبس بتاعت الهرنيا اللي ممكن تكون موجوده؟ اول واحد الابدومينال هرنيا، ابدومينال وول هرنيا او بنسميها الابيجاستريك هرنيا او بنسميها فينترال هرنيا، وديت وديت بتبقى موجوده حوالين الامبلايكس. الاندايركت انجوينال هرنيا ديت السبرماتيك كورد بيبقى معدي من مكان نازل من الابدومين نازل على البلفس، فممكن ان بكل بساطه اللوبس اوف من الانتستين تعدي معاه، فيسموها اندايركت انجوينال هيرني معدي مع السبرماتيك كورد. النوع التاني اللي هو دايركت بقى انجوينال هيرني، دايركت انجوينال هيرني، وده بكل بساطه عندي ما بين الابدومين والحوض في طبقه العضلات، لو حصل ديفكت في طبقه العضلات بتاعت الابدومينال وول يبدا ان هو يعدي منها اللوبس بتاعت الانتستين فتعمل لي ام بقى دايركت انجوينال هيرني. يبقى انا كده عندي نوعين من الانجوينال هيرني، عندي نوعين. النوع الاولاني زي ما احنا عارفين شايفين كده، ادي الابدومينال وول هنا فيه السبرماتيك كورد معدي من هنا بيبدأ تزق معاه من نفس الفتحة وتعدي منه، او اي ديفكت في اي مكان من الماسل هنا يبدأ يعدي منه الانتستين زي ما احنا شايفينها هي فوقيها اهي وتعمل لي دايركت انجوينال هير. يبقى الاندايركت هتعدي مع السبرماتيك كورد والدايركت هتعدي من ديفكت في الابدومينال وول. عندي ايه كمان؟ عندي فيمورال هيرني، المكان اللي بيعدي منه الفيمورال ارتري والفيمورال فين ممكن يعمل لي برضو فيمورال هيرني. عندي كمان امبلايكال هيرني، وانا دي موستلي بتبقى كونجنتال ديفكت من الولاده، بيتولد بيبي عنده ديفكت في المكان ده لان هو اصلا مكان ضعيف لان هو كان فيه السبرماتيك كان فيه الكورد اللي بيوصل للدم للبيبي ماشي اللي هو اللي بيوصله بالمشيمة. وعندي كمان اخر حاجة اللي هو الانسيجنال هيرنيا، ودي سببها ديفكت بقى ايه بسبب اوبريشن اتعملت وبدأ يبقى فيه المكان ده بقى ضعيف وما اتعملوش هيلينج كويس او ما تعملوش سوتشرنج كويس. اي زي ما احنا شايفين كده ادي الابيجاستريك، دي مثلا انسيجنال مكان انسيجن، وديت امبلايكال، وقلنا في دايركت انجوينال هيرنيا ودي اندايركت انجوينال هيرنيا، ودي فيمورال كانال اللي بيعدي منها الفيمورال ارتي وفيمورال فين يبقى اسمه فيمورال هيرنيا. دي الانواع بتاعتنا. الباثوفيسيولوجي بقى ان احنا قلنا عندنا الحاجتين، ان الويكنس مع الانكريز في الانترا ابدومينال بريشر ماشي، فيبدا ان هو يبقى فيه كونتيند هول كده يبدا يطلع منه اللوبس بتاعت الانتستين تزق تبقى تحت الجلد. ممكن نعمله كلاسيفيكيشن للهيرنيا جريدز
كده للهرنيا. الاول حاجه اللي هي الريديوسبل هرنيا، ادي الديفكت وادي اللوبس بتاعت الانتستين طالعه منه تحت الجلد. ولو العيان ده بدأ ان هو ينام اللي تختفي، لو العيان ده بدأ يزقها لجوه تبدأ انها تختفي. بقى مع الوقت ممكن يحصل ايه، ضيق في الفتحة على الايه اللوبس ديت. كمان نخلي بالنا ان الاكل وهو بيجي عند الجزء ده بيبقى بطيء، ما بيعرفش يعدي كويس، فبالتالي بيعمل ايه، بيحصل ان الاكل بيفضل قاعد في المكان ده مدة كبيرة. مع الوقت اللوبس اللي هنا ديت بتبقى فيها مشكلة في الحركة والانتستينال موفمنت بتاعتها، وده بلاد سبلاي وصل لها ما بيبقاش كويس. هنا المشكلة ان هي ما بقتش ريديوسبل، بتبقى طالعة طول الوقت فموجودة بره. مع الوقت بقى ممكن يحصل ايه، زيادة، او المكان ده كبر، او الفتحه نفسها بدات تضيق على الانتستين، او طلع له الانتستين كتيره فبدات ان المكان ده يبقى ضايق عليهم، فبيحصل حاجه اسمها سترانجوليشن. السترانجوليشن اللي هو الاختناق، بتختنق، بيتمنع لها البلاد سبلاي خالص، والمكان ده بيبقى مشكلته ان هو ممكن بعد كده يحصل فيه جانجرين، بيبقى نوت فايبل، بيبقى تيشوز ما هياش حيه. ادي الشكل، اول حاجه ده كده اندر سكين، ده الجزء بتاع الويكنس، بدات لوب من الانتستين تبدا تتزق، بعد كده بدات تطلع، دي الريديوسبل، دي ريديوسبل، لو بدا ان هو يضغط عليها هتبدا ترجع مكانها تاني، بس في ساك اهو، ده طالما في ديفكت بتبدا تطلع تاني. عندي هنا دي ضاق عليها المكان فبدا يبقى اسمها الريديوسبل او انكاركسيريتد هيرنيا، وعندي في الاخر ده الجزء اللي هو سترانجوليتد او مخنوق. المانيفستيشنز اللي ممكن تظهر بكل بساطة، ما ممكن ما يبقاش فيه مانيفستيشنز خالص، ويكتشف وهو بيعمل فولو اب لأي حاجة. وعندي حاجة تانية ان هو ممكن ان هو يحس بايه، لمب او بلجرينج او جزء فيه لمب كده مكلكع تحت ايديه، ولو داس عليه بيرجع تاني، بيحصل له ديس ابيرينج ديورينج لاين بوزيشن. مفيش يظهر بقى امتى، وقت ما يبقى فيه انكريز انترا ابدومينال بريشر، لافينج، كراينج، كافينج، سترينينج، يبدا ان هو يظهر ويرجع تاني ديس ابير ومفيش اي حاجه. طيب عندي ايه كمان، السويلنج والبولجنينج ده ممكن يبقى موجود تحت عند السكروتوم، عند التستل، ممكن بقى بعد كده يبقى فيه فيج بين وما يبقاش عارف البين ده سببه ايه، بس البين ده سببه ان الاكل لما بيعدي في المكان ده بيبقى بطيء. ماشي، لما يجي يشيل حاجة بقى يحصل له بين، وممكن السايز بتاعها يبدأ يزيد مع الوقت. دال ايكينج سنسيشن ده مع الجزء بلاد سبلاي بيوصل له بيبقى ضعيف، ودايما بيبقى حاسس ان في فولينجنس، ده طبعا مع البداية بتاعة ان الحركة بتاعت الانتستين بتبقى ضعيفة في المكان ده، وممكن في النهاية تؤدي الى انتستينال اوبستراكشن. الكومبليكيشنز، اولا ممكن يحصل انفلاميشن، ممكن يحصل انتستينال في الانتستين، انتستينال اوبستراكشن، وممكن يحصل سترانجوليشن، ممكن الانكارسريشن اللي هي الريديوسابيليتي ان هو ما يقدرش يرجعها تاني او يعمل مجهود كبير جدا عشان يدخلها. وممكن يحصل حاجه اسمها هيدروسيل جوه السكروتم، ودي اللي هي الدوالي، وممكن يحصل بليدك هيمورج بقى من المكان ده بسبب ان هو بقى محتقن جامد. بيتعمل لها دياجنوزس ازاي؟ الدياجنوزس بتاعها سهل جدا،
ان هو اول حاجة العيان بينام في بوزيشن في الفلات بوزيشن، وبعد كده بيقوم يقعد برضو بتعمل له اكزامينيشن هو قاعد وهو نايم، وبيطلب منه الفالسالفا مانوفر اللي هي بيقول له انكريز انترا ابدومينال بريشر، بيبدأ ان هو يقول له كح او اضحك او بيتكلم معاه، فبيشوف ان في بلجنينج بيظهر. ده لو هي الريديوسبل، لو هي الريديوسبل، لو هي الريديوسبل طبعا هتفضل بقى ايه بقى، هي باينه في اي بوزيشن هي باينه. ده غير ان هو ممكن يعمل فحص للسكروتم في الميلز لو شاكك في انجوينال هيرنيا. ايه المانجمنت اللي بيتعمل عشان الهيرنيا دي تتصلح؟ اول حاجه نون سيرجيكال. النون سيرجيكال لو هي ان كومبليكيتد، حاجه ريديوسبل فيها ما فيهاش مشكله، يبدا ان هو يشتغل بايه، بحاجه اسمها كونزرفاتيف مانجمنت من غير سيرجري. ممكن ان هي ما تحتاجش اي علاج، ماشي، ممكن ما نقدرش ان احنا نعمل لها اي علاج عشان هي مينيمال سيمتومز، او العيان ده مثلا اولد ايج قوي بالنسبه ان هو يخش عمليات، فبالتالي ما بيتعملهاش حاجه. ممكن كمان ان احنا يلبس بقى الابدومينال تراس، من اهم العلاجات بتاعه الهرنيا الابدومينال تراس او الابدومينال بايندر. التراس ده بيبقى عباره عن حزام بيبقى فيه جزء ناشف يتحط فوق الجزء بتاع الهرنيا، بيبدأ العيان ده يلبسه الصبح اول ما بيقوم من النوم، يعمل ريديوسنج للهرنيا الاول، وبعد كده يبدأ ان هو يلبس التراس او الحزام ده. ما ينفعش ان هو يعمله يلبس الحزام لو هي الريديوسبل، لانها كده هيضغط عليها وهيمنع بلوت سبلاي ان هو يوصل لها اصلا. لكن هي لو ريديوسبل بيعمل لها ريديوسنج الاول ويدخلها، وبعد كده بيبدأ ان هو يلبس الحزام، فبتعمل سبورت للمكان، ومع الوقت المفروض ان هي بتبدأ ان هي تبقى فيها هدوء شوية، وممكن الفتحة تقل مع الوقت لو ما فيهاش حاجة بتضغط عليها من جوه، لان التراس بيبقى عامل سبورت وبيتقلع وقت النوم. وقت النوم بس هو اللي بيتقلع فيه الحزام. وكمان بنساعد بحاجة تانية، ان احنا نقلل بقى الانترا ابدومينال بريشر، نمنع اي حاجة ممكن تسبب لي كرونيك انترا ابدومينال بريشر انكريز، زي الكونسبيشن، زي ان انا هعمل ويت ريدكشن، زي ان انا هعمل مانجمنت للاسايتس، اي حاجه ممكن اعمل لها مانجمنت هبدا ان انا اعمل لها مانجمنت عشان اقلل انتر ابدومينال بريشر. ممكن اعمل تمارين للبطن عشان اقوي عضلات البطن. طيب احنا شفنا النون سيرجيكال تريتمنت، نشوفوا بقى ايه السيرجري اللي بتتعمل للعيان بتاع الهرنيا. الاوبريشن اهم حاجة عندي ان انا هشيل فيها السيمتومز. العملية بتاعت الهرنيا ممكن تكون سكادولد، يعني اعملها دلوقتي ما اعملهاش دلوقتي، تبقى حاجة مش ضرورية لو هي ايه، لو هي صغيرة والمانيفستيشنز بتاعتها قليلة. لو هي ايرديوسابل بتبقى ايرجنت، بمعنى ان احنا هنعمل سكادول كمان 3 ايام، كمان اسبوع بالكتير هنعمل العملية دي. الارديوسبل ممكن تبقى امرجنت لو هي سترانجليتد، لو هي مختنقة لازم هيبقى امرجنت اوبريشن، ومنصبرش بقى يتعمل له تحضيرات بيخش الامرجنت امرجنس اور. يبقى ممكن تكون سكادولت، ممكن تكون ارجنت، وممكن تكون امرجنت. الايم بتاعنا ان احنا اول حاجه هنعمل ريديوس للهرنيا، هيدخل الهرنيا مكانها، فهيتبقى عندي ساك من البروتينيال كافيتي كان خلاص بقى واخد العلامه بتاعت مكانه ان هو داخل في وسط العضلات، هيبدا ان هو يعمل له هرنيوتومي ويشيل الساك ده اللي هو الكيس بتاعته، وهيبدا يعمل ريبير. الريبيرنج ده عن طريق ان هو هيشيل لو في تيشوز مش كويسة او مش سليمة او ضايد
حصل لها جنجرين والبلود سبلاي اتمنع عنها من اللوب بتاعت الانتستين، هيبدأ تتشال ويبدأ يعمل انستموزس للانتستين تاني في بعضها، وساعتها هنسميها هرنيو رافي. هنصلح الانتستين ونرجعها مكانها، هرنيو رافي. الاكسجن بتاع الساك اسمه هرنيوتومي. ولو هيحط مش او شبكة، الشبكة دي هنحطها ليه؟ لما يكون في عندي حد العضلات بتاعته ضعيفة وانا متوقع ان يحصل ريكارنس بسرعة، فهبدأ ان انا اعمل ايه، هيتحط شبكة فوق الجزء بتاع الهرنيا بليس ديت عشان يمنع ان يحصل ريكارنس، هنسميها هيرنيو بلاستي. نقوله تاني، هرنيوتومي بيبدأ ان هو يفتح ويبدأ ان هو يرجعها تاني للمكان بتاعها عشان ما يبقاش فيه ايه حاجة طالعة، وبعدين هيبدأ ان هو يعمل اكسجين للساك. ماشي، يبقى كاتنج للساك، وبعد كده عندي الهيرنيورافي ان انا بعمل ريبيرنج للايه للبول، والهيرنيو بلاستي اللي هي انه احنا هنبدأ نحط مش insertion of prosthetic mesh، هنحطها تحت المكان بتاع الهرنيا. ده شكل المش عندنا، وهيبدأ ان هو يدخل يحط المش في فوق المكان بالظبط اللي فيه الهرنيا، اهي اتفردت اهو كده، هيحط المش هنا، هيوسع لها ويدخل المش في المكان ده، اهي كده بقى فوق المكان بتاع الايه الهرنيا عشان نمنع ان يحصل ريكورنس. ممكن العملية دي تبقى اوبن وممكن تبقى باللابروسكوب اللي هو منظار البطن اللي هو بيدخل عن طريق الجلد داخل البطن ويبدأ ان هو يعمل ريبيرنج ويعمل يحط المش اللي هي الهيرنيوبلاستي ويبدأ ان احنا نطلع كده. المحاضرة خلصت، واللي عنده اي سؤال ممكن يبعته.